نعم، بالتأكيد ما تمر به القضية الفلسطينية وفي هذه الظروف المعقدة والبالغة الأهمية وفي ظل انعقاد هذا المجلس الذي شاركنا فيه دفاعا عن قرارات الإجماع الوطني ولصون وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أيضا وللضغط والتصدي لنهج أوسلو وممارساته والهيمنة والتفرد على القرار الفلسطيني، ومن أجل ما تحدث به ضيوفك الكرام ذهبنا ونحن نحمل رؤية وطنية وحدوية وأيضا لوقف هذه الهرولة التي بالتأكيد إذا جميع القوى الوطنية والسياسية قاطعت لهذه الدورة بالتأكيد القيادة المتنفذة في القرار الفلسطيني والقيادة المتنفذة على القرار الفلسطيني ستفعل ما تريد وسترتد عن كل القرارات الوطنية وقرارات الإجماع الوطني، فبالتالي مشاركتنا هي ضمان للحفاظ على وحدانية المنظمة أولا وأيضا ضمان لعدم الارتداد عن قرارات الإجماع الوطني وضغطا على القيادة أي إجماع وطني. سيد دويكات عذرا للمقاطعة فيما تتحدث وتأهيل. هناك الكثير من المتابعين يذكرون اجتماع الأمناء العمون للفصائل الذي عقد في بيروت وبالتوازي كان مع رام الله، وأيضا هناك اتفاق المصالحة عام 2011 ومبادرة الأسرى التي أطلقت فيما قبل ومن بعد أيضا، أليس هذا هو الإجماع الوطني؟ نعم، يعني كل نعم بالتأكيد. نعم. وهناك قرارات صدرت عن المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة بضرورة إنهاء كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وثلاث نقاط رئيسية كانت يعني تبناها أو تبنتها المجالس المركزية والمجلس الوطني السابق هي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل منظمة التحرير ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية. هذه ثلاث قضايا مهمة، وبتقديرنا أنها إذا تم تنفيذها نحن سنكون أمام مرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني تضع الكل الفلسطيني أمام مسؤولياته، فبالتالي ذهابنا إلى الدورة هذه الدورة هو لصون الحقوق الوطنية وأيضا لضمان عدم الارتداد عن قرارات الإجماع الوطني التي توافقنا عليها جميعا كل القوى الوطنية والإسلامية بما فينا حركة حماس وضحت الفكرة الإسلامي. سيد دويكات وضحت الفكرة، إذا تم المقاطعة من كل القوى والفصائل ستكون للقيادة الفلسطينية المتنفذة ما تريد وما تفعل في هذا المجلس.